شكرا معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على هذا العرض المبسط ويعني الدقيق، وبنترك التعقيب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بس هقول للدكتور هاني، ال 2000 أو 3000 عمل اللي هم خطير وخطير جدا، من فضلك اتعرضوا عليها دكتور مصطفى، واحنا هناخد القرار ان احنا نخش نخلص فيهم وننهيهم في اقرب فرصه، عشان ما ننسبش حاجه تمثل خطر بالشكل ده ونسيبها. نقطه كمان عايز اقولها بس اضيفها للدكتور هاني. الدكتور هاني كان يعني استاذ جامعه في المانيا، ولما قلت له تيجي تشتغل معانا فقال لي يعني انا اجي، قلت له هتتعرض لكتير من الحاجات اللي موجودة في مصر فتحمل ما هيحدث لك. فأنا بشكرك قدام ال يعني قدام الشعب المصري كله. أنا عارف كويس قوي إن اللي اشتغل في يعني في دول ويعلم في جامعات متقدمة كده بيبقى مش متعود أبدا إن هو يرى يعني أكاذيب وجهل أحيانا، واخد بال حضرتك؟ فتحمل ده، لان هي بلدنا محتاجه ان احنا يعني نشتغل عشانها وما نبصش في ده. بس انا هقول حاجه يا ساده، التسويق والتغطيه الاعلاميه للنشاط لاي مشروع بتعملوه امر مهم جدا عشان الناس تعرفه. الناس بتفاجئ ان حاجه بتتعمل، فلما تيجي تفاجئ ان الحاجه دي بتتعمل، حد بس يقود يقول ايه، يقول كلمه ممكن يكون بحسن نيه بس غلط، يعني مش هقول ان هو سيء النية ولا حاجة، ولا يقصد ابدا ان هو يسيء للمشروع او يتهم حد، لكن هو من غير على قد عقله، على ما هو بيفهمش في الموضوع، يعني على قد عقله ما بيفهمش في الشغلانة اللي احنا بنتكلم فيها، فيقولوا له ده المشروع بتاع مثلا سيوة كده، المشروع بتاع طريق مصر اسكندرية كده، الطريق بتاع الساحلي في قدام العالمين كده، فالناس ما تعرفش، فهو ياخدوا الكلمة. وطبعا مواقع التواصل بتشتغل وتقول ده انا تقديري، انا هو مش عايز اقول قصور، هو ان احنا ما بنتكلمش عن شغلنا رغم ان القنوات بتقدم طبيخ كل يوم، يعني كل يوم بنقدم اكل. انا اسف اني بقول كده، والله انا اسف اني بقول كده يا جماعه، انتوا كل يوم في كل القنوات بتقدم طهي، طب اطلعوا قولوا شغلكم. وانت لو قلت لاي قناه من القنوات دي، سواء كان خاصه او تبع التلفزيون المصري، مش هيرفضوا ابدا ان انتم يسمعوا منكم. لما يتبعت مندوب من عندك من الوزاره تموين يعني القطاع الاعلامي اللي موجود عندك، يطلع يصور وبعدين يتغطى بخبر، انتوا هتتلافوا الكلام دوت، هتخلوا الناس تعرف، ولما الناس تعرف مش هتهاجم لانها عرفت. الناس دايما بتتعامل مع الموضوع اللي ما تعرفوش. انا بس عايزه للدكتور هاني، 2014 طابة دي حجم المشروعات اللي اتعملت لرفع الخطه بتاعت الجسور والسدود والحصايد دي اتعملت من 7 سنين بعد موضوع طابة، لان احنا كنا كل سنه وانا بقولها للمصريين، كانت تيجي السيول ديت تقوم تشيل طريق نقوم نصلحه بمليار جنيه، ألا وبعدين تاني سنة نصلح، قبل ما نصلح الطريق تيجي السيول تشيل الطريق تاني. قلت لهم انتوا حاجة غريبة قوي، طب ما تعملوا، مش ليكوا في أسلوب علمي لمعالجة الموضوع؟ قالوا اه. طب ما تعملوه، قال لك هكلم مش عارف 3 4 5 مليار. طب لوحدها خرجت فنادق، أنا زي ما أنت قلت ما قلتش أسمائها، خرجت قرية ضخمة فيها أكتر من 7 8 فنادق، يعني 5 نجوم، خرجتها من الخدمة لغاية دلوقتي. وبالتالي حتى المشروعين الثلاثة الدكتور مصطفى اللي هو حضرتك عرضتهم، بقية الفكرة أو بقية المخطط بتاع الصعيد وبتاع شمال وجنوب سيناء، من فضلك اعرضوا عليا وهناخد قرار نعمله عشان يبقى قفلنا الباب ده خالص. يتبقى نقطة واحدة. الدكتور هنتكلم على موضوع المية، ويمكن الوقت الضيق بتاعه اللي هو بيعرض فيه ما خليناش نتكلم بالموضوع ده باستفاضه. انا دايما اقول حشد الراي العام وحشد المجتمع في قضيه جد خطيره. جد انت لما تيجي تقول مليون مواطن عايزين مليار متر ميه يا دكتور، طب كويس قوي،
يعني انت لما تيجي تقول النهارده في 2040 هتبقى مثلا وصلت العدد بتاعك نقول 150 مليون؟ يعني 140 150 مليون، طب ال 50 دول بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم فيها محتاجين 50 مليار متر مية. طب خليهم 25. طب احنا هنجيبهم ازاي؟ انا بقول كده للناس في مصر عشان تقول ايه؟ انت ده ايه؟ ده هو ثبت كل الميه اللي هتجيلك. ومش بس كده، هو كل المشروعات اللي بتتعمل للمعالجه احنا وصلنا للحد الاقصى. يمكن حد يقول ايه؟ طب ما اللي احنا شايفينه في العاصمه ده ايه؟ لا، دي المياه دي بتاعت محطة المعالجة اللي موجودة في على طريق السخنة. اسمها يا دكتور؟ ها؟ مش كده؟ المحطة دي المياه دي كانت مياه يعني بتتعالج وتتعملت لها شبكة للقاهرة الجديدة وللعاصمة. دي مش مياه ايه؟ مش مياه صالحة خالص. بنعملها معالجه عشان تبقى صالحه للزراعات اللي هي الحدائق وكلام من هذا القبيل عشان نستفيد منها يعني يبقى في بهجه لينا. لكن تاني بقول يبقى النهارده تثبيت عدد السكان يا دكتوره هاله، لما انت قلت لي انا بتمنى 1.6 قلت لك يا دكتوره احنا عايزين 400. طب انا النهارده مش انا احنا اتفضل استريح حضرتك. النهارده نقول ان الدوله المصريه بالعدد والنمو السكاني القائم دلوقتي والمستمر بالطريقه ديت هيبقى محتاج حجم ميه قد الميه اللي بتجي له دلوقتي. طب هيعمل ايه؟ واحنا عارفين ان لو انا حبيت اعمل محطات تحليه انا هنا بتكلم في ميه شرب مش بتكلم في زراعه يعني. فلو النهارده بنقول لو انا هعمل محطات تحليه للمليون اللي هم مليار متر ميه يكلفوني كام يا دكتور؟ يعني عايز كام؟ المتر المكعب عايز 1000 يعني 1000 مليار ولا ايه؟ ها؟ ارقام ضخمه جدا 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 مش موجوده ومش هتبقى. مش موجوده ومش هتبقى. يبقى اذا لما نيجي نتكلم على ان احنا اهالينا اللي بيزرعوا ونقول يا جماعه ان انت استخدم الميه استخدام رشيد، ده موضوع يعني اللي عايز يعمل عمل يقرب بيه من ربنا يحرص عليه، لان الميه دي هتبقى هتساهم في حياه الاخرين. ولما بتكلم على الجزء البسيط بتاع الصعيد ال 350 الف فدان اللي تلته هيتوفر من ال 12 13 الف متر في السنه للفدان الواحد في ال 350 الف عشان تتاخد تروح فين يا دكتور مصطفى؟ تروح في حته ثانيه عشان المحطات المعالجه اللي بنعملها في بحر البقر والحمام والمحسمه واي حته ثانيه نقدر نعمل فيها. النهارده لو اوزيريس كان هو بيعرض امبارح كان بيتكلم على 3000 محطه معالجه. ها؟ ليه؟ عشان نستخدم الميه دي. المعالجه كانت دايما يا ثنائيه او اوليه وكانت تترمي في الخيران. احنا قلنا من 7-8 سنين لا الناس محله بمعالجه ثلاثيه متطوره وبدانا برنامج من 7 سنين ب 300 مليار جنيه. انا بقول كلام وخلصنا. طب فاضل ايه تاني؟ ما بقاش عندي حاجه تانيه اقدر اعملها. مش انا، الدوله المصريه ما عندهاش حاجه تانيه تعملها للميه غير ان احنا نخلي بالنا ان عدد سكاننا الحالي. شوف انتوا كل حاجه بنتكلم فيها هتجدوا ان الموضوع السكان يعني بعد خطير جدا 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 في الاستقرار. ليه؟ الناس المواطن مش هيعرف ده بعد 10 سنين ان هو مش لاقي ميه او الميه تبقى غاليه عليه او اللي الدوله ما تقدرش توفره. فيبتدي بعد ما كانت مصر بتوفر ميه شرب نقيه بين 40 50 سنه مش قادره توفر ميه شرب نقيه بعد 30 سنه. طب وبعدين؟ تقوم الناس تعمل ايه يا دكتور مصطفى؟ تتحرك. ما هو محدش يعرف. طب محدش برضه يعرف ليه؟ عشان احنا ما بنتكلمش كتير. نتكلم في المكاتب وفي مجلس الوزراء وحتى في الحوارات اللي بتتم بينا وبين بعضنا ما بتطلعش للنور للناس
عشان نبتدي نشكل بيها رأي عام فاهم وواعي للي احنا ماشيين فيه ده. اخره مش كويس، اخره مش كويس. لما جيت طرحت الفكرة او الخطة مع الدكتور مصطفى ووزير الاسكان ووزير الري ساعتها على ان احنا نعمل محطات معالجة ثنائية وثلاثية متطورة عشان كل المية اللي بتطلع من الصرف الزراعي والصرف الصناعي والصرف الصحي نعالجها معالجة حتى نلقيها مرة اخرى فين؟ في المجاري المائية بتاعتها عشان نضيف مية بمعالجة اخرى تبقى صالحة مع حجم كمية المية الكبير اللي بينزل في نهر النيل. مفيش حاجة تانية نقدر نعملها. عشان تقول ان نعمل محطات مية تطلع مليار متر مية لمليون مواطن قادمين ده موضوع مش ممكن. محدش يقدر عليه. محدش يقدر عليه. مش هنقدر نوفر ده. طب تيجي تتكلم كده في التعليم تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم كده في الصحة تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في الانتاج الغذائي تلاقي المشكلة طالعة لك. تتكلم في التشغيل والبطالة تلاقي المشكلة طالعة لك. طب انتوا محتاجين ايه يا اهل مصر عشان تنتبهوا ان اللي احنا ماشيين فيه ده عبارة عن انتحار. ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ على انتحار. انت احنا كده السنة بتجر سنة. احنا 2011 كان من 10 سنين كان امبارح. العشر سنين مروا بسرعة وزدنا 25 مليون. طب احنا زدنا 25 مليار مية؟ ما زدناش. كل اللي قدرنا نعمله ان احنا دخلنا في برنامج ضخم جدا باموال. هتلاقي المحافظ يقول لي الفلوس اللي انتوا بتاخدوها دي كلها واللي صرفتوها في البنية الاساسية حرام عليك. انا قعدتك عشان تشوف تعرف تشوف الحكاية. ولما هتشوف وهنا انا بشكر القطاع المصرفي بصراحة. صحيح ده مدور كبير او عظيم السنين اللي فاتت. بس انا حبيت اقول حتى دي لمعالي المحافظ البنك المركزي عشان هصيق بلدنا كلنا. وانت مش قاعد لوحدك في البنك يعني ايه تتفرج علينا. لا 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 انا بتكلم بجد والله. لا دي بلدنا كلنا مع بعض وكلنا نجري ونبنيها. ارجع تاني اقول يا جماعة في كلام كتير جدا احنا قلناه في حكاية وطن. الهدف منه كله كان ان احنا نعرف مع بعضنا لان اكيد نسبة المشاهدة في البرامج دي رغم ان طبعا ما افتكرش ان حد يقعد لساعة 12 ابدا ولا لساعة 10 لكن ممكن تبقى بكرة في اي وقت تاني. الناس هتبقى عايزة تعرف احنا بنقول ايه. وانا بقول لكم تاني وبقول لكل مواطن مصري البلد دي مش بلد حد لوحده. دي بلدنا كلنا. والمحافظة عليها يعني اظن تبقى في رقبتنا كلنا. عشان لينا ومش لينا احنا. انا كبرت في السن واللي زي كبر خلاص اليوم مش فاضله كتير. انما احنا بنتكلم على الاطفال والاجيال القادمه هنسيب لها ايه؟ يقولوا هيقولوا ما فكروش ما خططوش ما نفذوش ما جهزوش. مش كده يا دكتور؟ لا احنا بنقول اهو وده بيتسجل للتاريخ. متشكرين جدا جدا. شكرا.